اهلا بكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما اتكلم عن الفيديو بتاعنا النهارده الجميل قوي، انا محضره لكم مفاجاه ولاول مره، بس هسيبها لكم في نهايه الفيديو لما نشوف الفيديو بتاعنا الاول. القصه بتاعتنا النهارده بتحكي عن قصه الحمامه اللي هي مصاحبه الانبا يؤنس. طبعا احنا عارفين الانبا يؤنس حبيبته العذراء، وهي دايما ملازماه، واحنا عارفين ان العذراء دايما لما بتظهر بتظهر على شكل حمامه حسنه وجميله، واحنا متعودين كده من ايام كنيسه الزيتون كنا بنشوفها حمامه كبيره بحجم كبير جدا فائق الخيال، فاحنا متعودين عليها. طبعا قصه الحمامه اللي بتصاحب الانبا يؤنس دي كلنا عارفينها ان هي حبيبته دايما بتبقى واقفه على راسه او على كتفه. الانبا يؤنس اسقف اسيوط من مغاره درونقه، بتفضل واقفة حتى أسفل الجبل، من أول ما بيطلع عند الجبل في المغارة. يعني امبارح مثلا ظهرت مع شمس الغروب في على الساعة 5 كده، طول أيام صوم العذراء على الساعة 5 بتبقى ظاهرة. بيخرج الأنبا يؤنس أسقف أسيوط ورئيس دير العذراء بدرونقة من مغارة العائلة المقدسة بقلب الجبل، ليتراس قطارا كده من الكهنة والرهبان والشمامسة، وبيبقى فيه طبعا زفة وتراتيل وأصوات بالأناجيل والشعب حواليهم، وبيحفهم أصوات الشعب كله طبعا اللي هو في الكنيسة، بيهللوا ويسقفوا احتفالا بصوم العذراء مريم. الأسقف حلة بديلا عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الراحل، اعتاد ان دايما الحمام بيطير كده في موكب جميل جدا، ما بيقفش الا على كتفه وراسه. يعني تلاقي الحمامه كده واقفه شويه على راسه وشويه على كتفه، دي طبعا دلاله على القداسه والبركه الكبيره وبركه العذراء وشفاعتها وبركه الانبا يؤنس وصلواته تكون معانا. تحمل السيده العذراء لقب طبعا الحمامه، احنا عارفينها الحسنه والجليله، هو احد اسمائها في الانجيل. فعشان كده لما بنشوف حمامه طبعا بالحجم الجميل ده وبالصفاء الابيض، بنبقى عارفين ان هي بتشيرنا ان هي العذراء، بتطمنا، وبركه صلواتها فعلا تكون معانا، وبركه عيدها ان هي تعمل معانا معجزات وتحافظ علينا وتحافظ على اولادنا وعلى شعب مصر كله اجمعين بالبركه والخير، وتشيل مننا الوباء يا رب، وتحافظ علينا من اي حاجه وحشه. جماعه بقى المفاجاه بقى هقول لكم ايه هي بقى اللي انا قلتها لكم، هقولها لكم في نهايه الفيديو. احنا اخترنا افضل 5 تعليقات من القناه للفيديو ده، هنختارهم، وكل فيديو هننزله هنختار افضل 5 تعليقات في القناه.